أهلا بيكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. وحضرتك طيبة، يعني طمنينا أخبار الطقس النهاردة إيه في تالت أيام العيد؟ إحنا لسه شايفين إنه يعني بالليل لسه الجو برد شوية، يعني أنا مش عارفة هل حالة عدم الاستقرار دي مستمرة معانا بقية الأسبوع ولا هيحصل أي تغيير؟ لا، احنا طبعا مكملين على الاقل الغدا الاثنين والثلاثاء ان شاء الله في درجات الحراره اللي تعتبر حول المعدلات فترات النهار، اقل من المعدلات او بارده خلال فترات الليل، لان بالفعل خلال فترات الليل احنا بنحس بالبروده. فتره النهار بتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه وايضا البحر المتوسط في تنوع في الكتل الهوائية، لكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات. اليوم كمان هيكون في غطاء سحابي بيأثر على بعض المحافظات اللي موجودة في الجمهورية، فهيحجب جزء من أشعة الشمس، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية خلال فترة النهار. فنقدر نقول إن احنا هنحس بالأجواء الحارة على بعض المناطق اللي موجودة في جنوب سيناء وبعض المناطق اللي موجوده في شمال الصعيد، اجواء رباعيه مائله للحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط طبعا درجات حرارتها بتكون اقل من المناطق الداخليه، فالاجواء بتكون عليها اجواء مائله للدفء على محافظات المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه، المناطق الموجوده في جنوب الصعيد تبقى درجات الحراره عليها مرتفعه عظمى فترة النهار 38 درجة مئوية، فأجواء فترة النهار شديدة الحرارة. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب وخاصة كمان مع وجود نشاط للرياح بيبقى فترة المساء وبيبقى معانا ساعات الليل، نشاط الرياح ده موجود في أغلب محافظات شمال البلاد، هو ده اللي بيخلينا نحس بالبرودة اللي احنا بنشوفها بالظبط خلال فترة الليل، وبتستمر معانا حتى الساعات المتأخرة من الليل وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي بنحس بالأجواء المائلة للبرودة في أغلب المحافظات. كمان فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر بتتكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي خفيفة ما بتأثرش بشكل كبير على حركة المرور، لكن بتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، بالإضافة كمان إن اليوم مع وجود السحب اللي بتأثر في أغلب المحافظات، السحب دي هيكون معاها فرص لسقوط الأمطار خاصة في منخفض جوي في طبقات الجو العليا. فرص أمطار اليوم هتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من خليج السويس، بعض المناطق من شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي أمطار خفيفة ممكن تكون رعدية على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من سيناء. مجمل الأمطار في أغلب المحافظات اللي ذكرناها مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. الأجواء دي هتستمر معانا إن شاء الله لحد يوم الثلاثاء، خلي بالنا من فترات الليل لان ما زالت الاجواء فيها اجواء بارده فترات الليل ومائله للبروده في بعض المحافظات. مع يوم الاربعاء والخميس هيكون في ارتفاعات خفيفه في درجات الحراره ومره اخرى تنخفض مع يوم الجمعه، فاحنا لسه في فتره فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل، دفء بالنهار بروده بالليل، لسه مكملين الاجواء دي يمكن كمان لبدايات شهر خمسه، فناخد بالنا من درجات الحراره فتره الليل. لو احنا بنخرج بعد المغرب وساعات الليل لازم نصطحب معانا جاكيت واحنا خارجين، مفيش مشكله تماما من تخفيف الملابس فتره النهار، ده مفيش منه مشكله، لكن الاكيد على فترات الليل واحنا خارجين وخاصه لو معانا اطفال نصطحب معانا جاكيت خفيف نرتديه لو حسينا بانخفاض درجات الحراره. مهم جدا تكون القياده بهدوء تام فتره الصباح الباكر، ومهم كمان اللي دايما بنقوله لازم نتابع النشرات الجويه، ما زلنا في فصل الربيع، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. طيب إيه بالنسبه للشبوره المائيه يا دكتوره منار؟
هي طبعا الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر تستمر معانا حتى طلوع اشعه الشمس، تقريبا حتى الساعه 7 صباحا بتبدا تدريجيا في التلاشي مع طلوع اشعه الشمس. لكن الشبوره المائيه اللي بتبقى موجوده معانا خلال الفتره دي هي شبوره مائيه خفيفه، ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، او ممكن تكون شبوره مائيه زي اللي بنشوفها في فصل الشتاء، لان درجات الحراره فتره الليل رغم ان احنا لسه بنحس بالبروده لكن بدات ترتفع عن فصل الشتاء طبعا. صحيح. فبدات الشبوره كمان كثافتها تقل، لكن مؤثره على الرؤيه الافقيه ومهم جدا ناخد بالنا منها، خاصه في الليالي اللي احنا بنحس فيها بالبروده بشكل كبير. على العموم احنا بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. درجات الحرارة المتوقعة النهاردة العظمى في القاهرة هي 29 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية 29-16، في الإسكندرية 25-16، وفي العلمين الجديدة 25-15، في مطروح 23-13، وفي دمياط 23-16، في بورسعيد 23-16، وفي الإسماعيلية 30-16. في السويس العظمى هتكون 31 والصغرى 17، وفي العريش 24-12، كاترين العظمى فيها 25 والصغرى 8، أما في طابة فالعظمى 28 والصغرى 20، في حلايب 29-22، وفي شلاتين 30-21، شرم الشيخ 30-19، وفي الغردقة 30-20. نروح للفيوم 31-16، وبني سويف 31-15، الوادي الجديد 34-19، واسيوط 31-16، في سوهاج العظمى 33 والصغرى 18، وفي قنا 34-19، اما في الاقصر فالعظمى 36 والصغرى 20، وفي اسوان 39 والصغرى 21. وبكده تكون خلصت نشرتنا الجويه المفصله.